قصة بوتيكات يعني هي امتداد لقصة بدأت في عام 2011 لما أسست أول شركة بالوطن العربي متخصصة في التسويق عبر مشاهير السوشيال ميديا. وهذه الفكرة بعد النجاح الكبير اللي حققناه فضل الله كان اسمها أوميديا من 2011 إلى 2015، شفنا بأن هناك فرصة بأن احنا ننقل هذا السوق إلى مرحلة الثانية. المرحلة الثانية هو أن احنا نخلق أبليكيشن يشبك أو يربط مشاهير السوشيال ميديا مع متابعينهم بشكل مباشر. اليوم صارت العلاقة بين المشهور ومتابعينه علاقة فيها تبادل منتجات، فصار المشهور يتكلم عن المنتجات اللي هو يستخدمها والزبون ماله أو الفولوور ماله صار يقدر يشتري. الآن عشان نضبط هذه العملية لازم يكون في أبليكيشن يجمع الطرفين في مكان واحد، وهني جت فكرة بوتيكات. ورحت من أول الأيام حق أخوي فيصل الشايجي رئيس مجدارة مجموعة الشايجي وعرضت عليه الفكرة وقلت له أنا محتاجك معاي كشريك لأن أنتم تملكون خبرة تشغيلية ضخمة جدا. يعني تدرين أنت بوتيكات شركة بهذا الحجم تحتاج فريق كبير، تحتاج أوبريشن كبير، تحتاج فريق آي تي كبير. أنا يمكن بخبرتي الإعلامية ما تسعفني أن أنا أشغل شركة بهذا الحجم، فكنت محتاج إلى شركاء يقطون نقاط الضعف اللي كانت عندي. وبفضل الله يعني هذه الشراكة أثمرت عن يعني اليوم حسب ما يتداولون أكبر صفقة يعني بتاريخ الكويت. نهدف إلى أن مشاهير الخليج والوطن العربي ينتقلون إلى العالمية. نبي مشاهيرنا اللي موجودين اليوم معانا في بوتيكات يكونون من ضمن النجوم العالميين، وهذا ما راح يتحقق إلا يعني بتوفيق الله سبحانه. ثانيا بفضل وجود شركاء استراتيجيين مثل بوبيان ومثل كوبايات وغيرهم اللي يملكون خبرة وتاريخ طويل يعني في العمل التجاري. فهذا هو الهدف من الصفقة، وهذه الصفقة أكيد يعني وضعت بوتيكات بأكبر الأبليكيشنز بتاريخ الكويت. يعني إحنا شوي متحفظين في إن إحنا نتكلم عن أرقام محددة، وهذا توجه الإخوان في مجلس الإدارة. لكن ما تم إعلانه هو أن الصفقة قيمتها 13,650,000. هذا رقم صحيح بالنسبة لاستثمار بوبيان بتروكيميكال تحديدا، لكن شركائنا هم غير أيضا بعد بوبيان، فالصفقة هي أكبر يعني من هذا الحجم. وبلا شك هذه الصفقة راح يعني تساعدنا نحن نصل بإذن الله بمشاهيرنا إلى العالمية. هذه الشركة قامت على طاقات شبابية كويتية خليجية عربية. اليوم احنا يعني البنات اللي معانا في بوتيكات او المشاهير اللي موجودين معانا في بوتيكات ما هم فقط من الكويت، هم الكويت ومن الخليج والوطن العربي، وايضا يعني موظفين هذه الشركة هم مجموعة من الشباب الكويتي والخليجي والعربي. هي أول شركة تصل إلى هذا المستوى بفريق عربي شبابي بامتياز. كل الشركات اللي تكون بهذا الحجم إما شركات أمريكية وشركات أوروبية، ما عندنا شركة عربية وصلت بهذا النمو السريع بفريق عربي وبأفكار وابتكارات عربية بامتياز. نصيحتي للشباب الكويتي إن لا تخاف المجازفة وخل تحدياتك كبيرة، لأن ترى الفرصة أمامك في الابتكار والإبداع في عالم الأونلاين، إن عالم جديد والمساحة ما زالت ممكنة للجميع.